السلام عليكم, this is your boy big reaction. رجعناكم الولاد برياكسيون جديدة كالعادة والعواد من سيري الكاسترو المتواصلة. البارح خدمنا سيري افير والولاد, اليوم نخدموا سيري الكاسترو كما قلنا نهار بنهار اون باراليل مع بعضهم باش لعبات شيخة. واللي يحب على سيري افير ويرقى سيري افير, واللي يحب على سيري الكاسترو يرقى سيري الكاسترو. مازلنا متواصلين ومازالوا الفازات جايين الولاد, ماذا بيكم معنا باش نلقاو ديما فازات ما فماش في حتى شيء اخرى وفي حتى خدمة اخرى ما كومش تلقاو ليها مثيل. صاحبي بقدرة ربي ديما الافكار يونيك باش لعبات بالرسمي تشيخ على الكونتوني اللي قدموا فيه. هذا ما يمنعش تيتر باختياركم انتوما الولاد كاكثر كومنتير فيه لايكس في اخر رياكسيون تبع سيري الكاسترو. تيتر اسمه اسهل حاجة, هابط على زد زد هاش 5 6 سنين التالي الولاد. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا, نفهموا العملية بالكدا ونشوفوا الهاردنس نتاع الكاسترو شنو واش يوصل لنا. يلا الولاد يلا. جاي مش نعملو جوا دوك عمل جوا صح, وديزولي كربطت لك رياكسيون مخر برو الظروف وكذا. يلا الولاد يلا, من غير ما نتوقعوا الولاد, من غير ما نتوقعوا, من غير ما نتوقعوا صح. تحكي لي ما نسمعش, تحب تقول لي الدنيا تهز وما ترجعش, مواصل راسي ديما الفوق وما نركعش, مواصل راسي ديما الفوق وما نركعش وما نركعو كان ربي سبحانه. ما تنساوهاش الحكايه هذه الولاد. ما قلت لك ما نتفجعش, تحكي لي ما نسمعش, تحب تقول لي الدنيا تهز وما ترجعش, مواصل راسي ديما الفوق وما نركعش, شكون لي منها ما تلقاش, ما قلتلك ما نتفجعش, مسهل هكا تكرزني راسك اني كورة بحيط وما انتوات نجم تفرزني من لبهي ما تسبيت في بالك حسب طحانة نستنى فهجات الهيت ونخرج منك ياكل شمي وان شاء الله جميعا. مسهل هكا تكرزني راسك اني كورة البيت الولاد الفلو الولاد الكاسترو ستة سنين التالي ستة سنين باش تفهم الولاد اللي ستة سنين التالي كي تشوف الكاسترو تويكا وتشوفه يعني عامين التالي كيفاش الناس كله بدل ستيل وبدل ستيل لحبيب من قبل يكتشف من قبل يجرب. فهمت كيفاش اسمع الفلو كيفاش خادم بيه, فما موجود لوتوتيون فهمت كيفاش فرض الوقت البيت هارد ذين ما فكر وعجبكم وقتها باش ما يعجبكم شتو. فهمت المشكلة فين الولاد, المشكلة اللي جست حاجة عباد فان بيز مركبتها الروحة تو سامبلو مولا اكثر لا اقل صح. حيتو من توت نجم تفرزني من البهي متسبيت في بالك حسب طحانة نستنى في هجة الهيت ونخرج منك يا كرشمي وان شاء الله تجيبي عافية. نستنى في هجة الهيت, نستنى فيك الهيت هيك اللي باش تعطيني فهمتني ولا ميزانية باية باش نسافر صح. نجحولك ولا عليك سايب انا مقدم خير لان ناس تطير ما تقفش على تلفزة لوزير لا تنبير عم الطيب الخير نجم جايب الكاتب يتكتب يتكتب ما عادش بكي في عندي غابة في راسي ينطق في اللي يحب طرح يتكسب ولا الفرح يتقلب خسارة ما توتيش مادام مازال ما يتحسب فعمارنا خسارة ما توتيش مادام مازال ما يتحسب ابار اللغة الولاد ولفنا اللي لغة الكسرو ديما باش تلقاها هارد انا ما فاكر ولفنا اللي لغة الكسرو ديما باش تلقاها كلي يدي لا فما لا تفلسيف لا تعقيد فما فهمتني ولا حاجه تحسها تحت العظام نتاعك تو سامبلومون كلي يوصل لك المعلومه باي طريقه كي تحب توصل لك راهي باش توصل لك صعب. اما برو الفلو وكيفاش الديليفري نتاعو البرفورمانس نتاعو غريب الاولاد غريب فرد الوقت كاتشي على الاخر كلي هيت هيت نسمعك هيت نسمعك صح. ما عشناش بسرارنا قلوبنا في دينا ما تشوفهاش كان على ديارنا وكبارنا الناس تقدر فينا ضربنا الدولة في زبور هوني كلي يعمي في حبارنا حين ما يسرى صمت غالب لشك نام صبح فيه من البرتلام ولا عمري حكيت على الحام عندي مية نقام ومخي ما يوزنش جرام والضحايا لتوا تعيش معايا فيما بعد الانتقام والضحايا لتوا تعيش معايا فيما بعد الانتقام. يعني بالرسمي عندي برشا ضحايا برشا بوديز عندي عرفت كلي برشا ضحايا صاحبي باش تفاد ليك ولتوا يعيشوا معايا بعد الانتقام مازالوا يحبوا ينتقموا مش من الجميل.
يس معادي، حتى كان عندك اوبس، كان عندك مشاكل، كان عندك عبيد تحب تضرها ولا ضرتك تي صاحبي، مالا معلومة وصلتها مش تفاد ليك الولاد، مش تفاد بالرسمي، مش تفاد ليك. صاير لينا روحي تتكبس، تقولش لي نكتب يصير، تقولش ما انت بالفلس، تقولش الفوتس بخير وعصبة ليك وللحرس، حبوا فاميلي موفي في بينهم نفرق في الحس. ترتيحة متاع العادة. طول في الترتيحة شوي. تحكي لي ما نسمع. أوجي. تحكي لي ما نسمع. تحب تقول لي الدنيا تهز وما ترجع. موصل راسي ديما الفوق وما نركع. ديما الفوق. ما قلت لك ما نتفجع. تحكي لي ما نسمع. تحب تقول لي الدنيا تهز وما ترجع. وصل البيت كي بشي يدخل شنو بشي يصير، وصل ترانسفورماسيون باش تصير. موصل راسي ديما الفوق وما نركع. شكون لي منها ما تلقى. ما قلت لك ما نتفجعش. مسهل هكا كرزني راسك اني كوافيت، ومن توا تنجم تفرزني من البلاي متسبيت. في بالك حسب طحانة نستنى في هجة الهيت، ونخرج منك ياكل شمي ونجرة جميعا. مسهل هكا كرزني راسك اني كوافيت، ومن توا تنجم تفرزني من البلاي متسبيت. في بالك حسب طحانة نستنى في هجة الهيت، ونخرج منك ياكل شمي ونجرة جميعا. برش علينا هكا صاحبي، برش علينا، تعبنا هكا، تعبنا بالهارد ديس الوليد، تعبنا من اللغة الوليد، تعبنا من اللغة. نحبوا نتنفسوا، نحبوا نتنفسوا صاحبي، نحب تيتر، انا نحب تيتر برجولية ما يعجبنيش تركسترو برجولية ما تجيش هكا صاحبي العملية. هذا ما يمنعش الوليد برجولية، برجولية بيت 6 سنين التالي كيف كيف. لاحظت حاجة انه الكاسترو يجرب ستيلات ما يقلقوش، يجرب يخدم ما يقلقوش، فهمت كيفاش؟ شي حاجة باش نعملها، شي حاجة باش نخدمها، راني باش نخدمها من قبل مش من تو، ما تبدلتش العقلية. وديجا نفس العقلية حتى في الستوريات في الدنيا في الاجواء، كيفاش يحكي وكيفاش العباد تعلق عليه وكيفاش مازال يحكي نفس اللغة ما تبدلتش. انا عم نعمل في حاجة فهمتني ولا ايه؟ ظهرت لي صحيحة وظهرت لي ماشية في الصحيح، دونك كان عجبك اسمع ما عجبكش ما فما حتى مشكل. من الاخر يعني هذيك هي العقليه، وهذيك هي العقليه اللي تمشي صاحبي، خاطر تتبع الفان بيس نتاعك صحيح، اما تتبعهمش للغريق. يعني مش مثلا انت في مخك حاطط كي باش نكتشف روحي اكثر واكثر وباش نجرب اكثر اكثر، فهمتني ولا يمكن نزيد نخدم اكثر واكثر، فهمت كيفاش الاولاد؟ اما كي ترى الفان بيس نتاعك ديما تجب ديكتيري، ديما اقعد كيف ما انت واقعد كيف ما انت، وانت تفيزي على حاجه اخرى، لازمك صاحبي تقدم، فهمت؟ خاطر شي يجي نهار والفان بيز هذيك باش تفهم. هذا ما يمنعش الولاد لغه كاسحه كالعاده والعواد، مانيش باش نحكيو احنا على اللغه، انتوما وحدكم تحكيو صاحبي، وحدكم تسمعوا، ما نسحقش حتى باش نفسرها خاطرها واضحه وضوح الشمس. فوق هذا الكل ولاد البيت، البيت الولاد، البيت الولاد، البيت الولاد 6 سنين التالي حاجه مش عاديه، حاجه بدعيه بالرسمي ابديع مش تفاد ليك. حاجه مزيانه الولاد، وسيري الكسر وبرجوليه مواصلين فيها بالكدا 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 صاحبي، وذاك هو المطلوب. هذا ما يمنعش الكسترو اسهل حاجه، تيتر عنده 6 سنين هابط على زد زد هاش 5 تيتر باختياركم انتوما، واحنا لبينا النداء ولبينا الطلب ذوقكم كالعاده هارد ذان ما فكر. فرحان على الاخر العباد اللي تبع فيا صاحبي عندها ذوق، ومانيش نحكي على سيري الكاسترو برك ولا سيري افيرو برك. بالنسبه للعباد الجدد رانا عندنا سيريات التالي، رانا خادمين اكثر من 600 فيديو، دونك صاحبي ما عندكش فكره قديش خادمين وقديش موسيقى موجوده. ادخل ولوش، اكتب اسم الرابور اللي حاجتك بيه باش تلقى برشا موسيقى، اقل رابور باش تلقى فوق 10 رياكسيونات. هذا ما يمنعش صاحبي فما برشا سيريات، والسيريات بدات عندها اكثر من 6 شهور ومازلنا مواصلين فيها، وقيت مع راس العام ان شاء الله باش نبدلوا برشا حاجات وباش تجي برشا حاجات جديده بقدره ربي كان كتب صاحبي. هذا ما يمنعش ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوا شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب نتاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيكي مطر رياكشن 22 من سكول او اللي في الديسكريبسيون، نقرا خفيفه تلقى روحك غادي الاولاد. تيك توك موجود، بخشيش موجود، ديسكريبشن قدامكم، كل شيء موجود. ما تنسيوش كل لايكس كيف ما قلنا والكومنتات وخاصه البارتاج والسبسكرايب، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. ان شاء الله تكون تعديت سارية ممتعة مع بيجي رياكشن، وان شاء الله تكونوا عملتوا جو، هذاك هو المطلوب. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تحيا فلسطين دائما وابدا، وما ننساوش القضية الفلسطينية وارواح الشهداء متاعنا في غزة، سواء من صغار
من نساء ومن رجال كبار ومن رجال يدي على بعض ومن طبة من اللي تحب انت اللي خدم الكل قتلوهم ما رحموا حد صاحب. دافعوا على فلسطين باللي تقدروا برتجيوا اي حاجة تحكي على فلسطين. ان نصر قريب ان شاء الله. تحيا فلسطين دائما وابدا. Peace and love.